معه قدام كلية طب أسنان وتجمهروا في محاولة لتعطيل الدخول والخروج، وده أدى لتعامل مع قوات الأمن. اشتعلت المواجهات ما بين الجانبين أمام كلية التجارة بعد ما أطلق عدد من الطلاب الشماريخ والألعاب النارية، وبالتالي كان على الجانب الآخر الرد، رصاصات تحذير وقنابل مسيلة للدموع. طالبات الإخوان في كلية الهندسة النهاردة كانوا بيقوموا بإلقاء الكراسي على الأمن الإداري من الشبابيك. بعض الطالبات نطوا من الشبابيك وكانوا بيرددوا هتافات تستهدف بشكل مباشر قوات الأمن والقوات المسلحة، ومرة تانية تدخلت القوات الأمن لمحاولة السيطرة على هذا الموقف. معانا في جامعة الأزهر وهنحاول نعرف إيه آخر التطورات دلوقتي حالا. معانا في جامعة الأزهر زميلي محمد عصام، برحب بيك يا محمد. أهلا بيك يا شريف. يعني عايزك تبدأ مباشرة تقول لي إيه الوضع عندك بالظبط، هل لسه في تواجد أمني كبير في المحيط اللي أنت واقف فيه؟ إيه مشاهد استمرار العنف النهارده؟ يعني بالفعل نحن الان متواجدين امام البوابه الرئيسيه لجامعه الازهر بشارع النصر. اليوم يعني حاله اليوم يعني الاجواء في جامعه الازهر بتختلف عن امس، او الامس حاله من الهدوء النسبي بتعود مره اخرى الى جامعه الازهر. اليوم كان اليوم الدراسي بيسير بشكل طبيعي وجميع الطلاب كانوا بيتوافدوا الى جامعه الازهر لحضور امتحانات منتصف العام. تحدثنا مع عدد من المسؤولين داخل جامعه الازهر عن حاله الهدوء النسبي الى عاده اليوم، اكدوا لنا ان ده بسبب القرار الذي صدر في صباح اليوم بتجديد حبس 24 طالب من طلاب جامعه الازهر المنتمين الى جامعه الاخوان المسلمين لمده 15 يوم على ذمه التحقيقات بتهمه احداث الشغب والعنف والتجمهر وقطع الطريق امام جامعه الازهر. ايضا شريف يعني في صباح اليوم قام عدد من طلاب جامعه الازهر المنتمين الى جامعه الاخوان المسلمين بالتظاهر امام مبنى كليه التجاره وحاولوا منع الامتحانات، وحاولوا ايضا منع عدد من طلاب الجامعه من الدخول الى الامتحانات، ورددوا هتافات مناهضه لقوات الامن وقوات الجيش، وكانوا بيقوموا باشعال الالعاب الناريه في السماء. وعلى الفور قامت قوات الامن بالقاء قنابل الغاز المسيله اللي قدموها على هؤلاء الطلاب، وسمحت لباقي الطلاب بالدخول الى الامتحانات، والامتحانات كانت بتسير بشكل طبيعي في كليه التجاره. ايضا في باقي الكليات يعني في كليه البنات قام الطالبات بالتظاهر داخل الكليه ورددوا الهتافات المناهضه لقوات الامن وقوات الجيش، وايضا يعني الحال كما هو في كليه التجاره، قامت قوات الامن باطلاق قنابل الغاز عليهم لتفريقهن من هذه التظاهرات، وبالفعل استمرت الامتحانات بشكل طبيعي بشكل عام في جامعه الازهر على مدار اليوم. ايضا شريف يعني تحدثنا مع الدكتور احمد حسني نائب رئيس جامعه الازهر منذ قليل، اكد لي انه تم تاجيل عدد من الامتحانات بكليه التجاره داخل جامعه الازهر الى الفتره المسائيه لكي تبدا في الساعه 3 عصرا بدلا من 10 صباحا، وذلك بسبب كثره الاعداد في كليه التجاره، وخاصه عقب حرق مبنى كليه التجاره في الاشتباكات التي دارت ما بين قوات الامن وعدد من طلاب جامعه الاخوان المسلمين في الايام الماضيه. فبالتالي تم تاجيل عدد من الامتحانات لكي تبدا في الساعه 3 عصرا بدلا من 10 صباحا بسبب كثره اعداد الطلاب وبسبب حرق مبنى كليه التجاره. وايضا اكد لي الدكتور احمد حسني انه على الرغم من احداث العنف التي تشهدها جامعه الازهر في الايام الماضيه، الا ان عدد الطلاب الذين بيحضروا لحضور الامتحانات تجاوزت نسبه 99%، وده كان رقم مفاجئ لينا النهارده من الدكتور احمد حسني، واكد لي ان الاوضاع في جامعه الازهر بتتحسن يوما تلو الاخر. ايضا شريف منذ قليل انسحبت جميع قوات الامن من جامعه الازهر، وده بسبب حاله الهدوء النسبي اللي كانت بتشهدها اليوم جامعه الازهر خلافا عن امس واول امس، بسبب حاله بسبب هذه الحاله من الهدوء. ويعني الان الاجواء بتبدو هادئه تماما امام جامعه الازهر كما تشاهد من خلفي. ولو هنتحدث عن الحاله المروريه فبتوجد حاله من السيوله المروريه في شارع النصر وايضا في شارع مصطفى النحاس. شريف يعني دي هي اخر التطورات حتى الان في جامعه الازهر. بشكرك شكرا جزيلا محمد عصام. كمان النهارده عمل لقاء او كان في لقاء مع نائب رئيس جامعه الازهر، هنتابعه مع حضرتك. تمت الحمد لله بانتظام، فعمليه الامتحانات مستمره ومنتظمه. بعض الكليات بدات في حوالي 9:30 صباحا، وبعض الكليات الاخرى بدات في الساعه 10 صباحا،
وبعض الكليات برضك بدأت في 11:30 صباحا، وهي كلية بنات هندسة جامعة الأزهر. وطبعا عملية الامتحان يعني كل يوم بتكون أكثر تنظيما من اليوم الذي يسبقه، وطبعا هذا بفضل الله أولا، وبفضل الجهود المضنية التي تقوم ببذلها الشرطة في سبيل تنظيم طبعا عملية الامتحانات وتأمين المنشآت وتأمين أرواح الناس في ذات الوقت. نسبة الحضور تفوق 99%، رغم هذه